مساء الفل، مساء الاستفتاءات، مساء الخير، مساء الحرية، مساء الإحساس المختلف، مساء إنك وأنا مصري. والله لو لم تفعل الثورة إلا أنها ذهبت بهذا النظام وأدت إلى هذا الشعب العظيم خروجه في مثل هذا اليوم، ده لوحده كفاية، ده لوحده شيء يستحق الانحناء. لازم تقف وتفخر بهذه الثورة وبإنك مصري. من سنة 56 تقريبا تم إجراء 21 استفتاء، خلوكم سيبكم من الانتخابات، يعني 4 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وحوالي 10 في عهد الرئيس أنور السادات، و7 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك. طبعا النتائج كانت بتتراوح من 99% ل 98.95% في الاستفتاءات حسب المرحلة الزمنية وحسب مساحة الديمقراطية والحرية. لكن اللي حصل النهاردة، الأمم اللي خرجت، حوارات الناس بينها وبين بعض، الشرطة واقفة على جنب باحترام، أعضاء الجيش واقفين على جنب باحترام، لا تشعر بهم، الشعب هو اللي واقف، كبير أو صغير هتحاول تتنطط تقول له مش عارف أنا مين، لما يشوفوك يفرحوا بيك وتقول البي جاي يصوت، ويشوفوا المعسيد المحافظ أدلى بصوته، كله بعد يا حبيبي وقف في الطابور، أنت مواطن وأنا مواطن. هذا الإحساس بأنك هتقول كده نعم أو لا، وأنك تقدر، ده إحساس يا جماعة. أنا أول مرة في حياتي صوت، أول مرة في حياتي أروح لجنة انتخابات، عمري في حياتي، لا أنا صغير ولا أنا كبير، رغم أني كنت أمارس الكذب أحيانا وأدعو الناس للذهاب إلى صناديق الانتخاب، لكن لم أكن أشعر داخلي أن صوتي ده له قيمة أو هيغير. النهاردة وعيلتي كنا حريصين، كل واحد راح بطريقته، بس كنا حريصين أن احنا نروح. ما عملتش إيدي، ما تعملتش حبر على فكرة، لا لشيء إلا أن أنا نسيت، بس ده لي معنى. يعني أنا على في مسافة ما بين الصندوق وما بين الراجل اللي بيسجل الأسماء في الدفتر بخط إيده، يعني والدنيا كانت بدأت، كانت الساعة 6 تقريبا، وهو نظره مع الظلام ما بقاش شايف، بيكتب الأسماء بصعوبة. فعلى ما بيخلص، وكنا عدد كبير قوي، على ما تاخد بطاقتك تلف وتاخد البطاقة والاستمارة وتروح ناحية الصندوق، وطبعا فكرة الستارة وتبقى مستخبي وبتاع، كل دي حاجات الناس متوقفة قدامها، هتكلم مع حضراتكم فيها. لكن في النهاية بتروح تحط ورقتك بإيدك والناس واقفة، والقناعة بتاع الناس ان مش فارق نعم ولا لا، المهم ان احنا هنا موجودين. واللي قادر يكون موجود النهاردة هيقدر في البرلمان، وده المهم جدا في انتخابات البرلمانية، هنعرف نختار، المهم نلاقي اللي يترشحه، هنعرف نختار، هنعرف ناخد حقنا، هنشوف الأخطاء اللي حصلت في هذا الاستفتاء، وحنطالب بأن الانتخابات يبقى فيها ضوابط أكثر إزاي. لكن كلنا هنروح وكلنا هنوقف وهننظم الطوابير، وهنستنى 2 أو 3 ساعات علشان ندخل جوه اللجنة، علشان أنا اللي هختار اللي هيمثلني، وأنا هختار مستقبلي. النهاردة عايز أقرأ لكم رسالة بتتوزع دلوقتي، جايالي من شوية من خالد حجازي، الناس كلها حاطة على المواقع والفيسبوك صباحها المغموس في الحبر الفسفوري اللي هيروح بكرة، وصدقوني محدش بيفكر في التزوير أو غيره. بيقولك بداية من النهاردة الساعة 7 بالليل، وبعد ما يخلص الاستفتاء، الفرقتين اللي كنا فيهم دول لازم ينضموا لبعض فورا، من فضلكوا شيلوا حتى صور نعم ولا، اوعوا تبقوا عبطوا وتفتكروا ان حد من الفرقتين هيكسب والتاني هيخسر. الحقيقة اللي لا خلاف عليها هي اننا يا هنكسب كلنا مع بعض يا هنخسر كلنا مع بعض، هو احنا بس مختلفين شوية فيما بيننا في تعريف المكسب والخسارة. النهاردة مصر كلها كسبانة. عايز اقول لحضراتكم كان هناك ممارسات مستفزة وخاطئة ومحتاجة اعادة مراجعة من كل القوى السياسية اللي سمحت لها الديمقراطية والثورة بالوجود على الساحة، وانا اتحدث تحديدا عن تيارات دينية بما فيها الاخوان المسلمين والسلفيين وغيرهم، فيهم عقلاء وفيهم ناس محترمة، ولكن الجماعة الإسلامية
ما يصدر منها هو فكر الجماعة والولاء للجماعة وليس فكر أشخاص بنشوفهم ونتكلم معهم ونجدهم فيهم رحابة وعقل ورؤية. هو النهاردة لو طلعت لا يبقى مين اللي كسب؟ هو يبقى اللي كسب كتلة كبيرة من شباب الثورة اللي كانوا بيقولوا لا، وكثير من الأقباط اللي خايفين وبيقولوا لا. هو ينفع هذا التصنيف؟ طب لو اللي لو نعم اللي كسبت هو اللي كسب الإخوان والسلفيين، احنا حطينا الناس كلها مع الإخوان والسلفيين والقوى الدينية اللي لها تأثير واللي راحت لجوامع واللي وزعت على الناس رز وشاي واللي بدأت تتكلم. ومن ناحيتين الأمانة تقتضي هذا، بعض المسيحيين وعلى بعض المواقع المصريين كانوا بيتكلموا عن ان لازم نقول لا علشان المادة التانية من الدستور، وده حد بيلعب. في الناحية التانية التيارات الإسلامية كانت بتقول لك خدوا بالكم ده المسيحيين عايزين يشيلوا المادة التانية من الدستور، روعوا واللي بيقول كده بيقول لربنا لا. بقى خطاب ديني في تجربة ديمقراطية الإخوان تخلوا بسرعة ليه؟ هي طبعا في مفارقة لطيفة قوي، أن الذين كانوا يقولون ويتهمون النظام السابق والحزب الوطني باستخدام الإخوان كفزاعة هم نفسهم اللي كانوا بيستخدموا الإخوان النهاردة كمان كفزاعة. الإخوان كانوا بيمارسوا فزاعة، بعض الإخوان عشان ما عممش، لكن هو نفس السلاح بنفس طريقة التفكير. يبقى فيه مشكلة، احنا عندنا مشكلة جاية، مشكلة في الحوار ومشكلة في الدولة المدنية ومشكلة في الدولة الدينية، في عندنا مشاكل كتير هتفرزها تداعيات ما حول الاستفتاء. الاستفتاء في حد ذاته كان استفتاء عظيما اللي أداره الشعب المصري. ناس كتير من الشعب المصري قالت لا، لا هي مصنفة ولا هم لحساب مسيحيين، المسيحيين دول مصريين، ولا لحساب بس الثورة، الثورة بقت ثورة شعب. فمش معنى ان في كان جهات من المثقفين او رموز الثورة كانوا بيقولوا لا، في ناس من الثورة بتقول اه ما هو الشعب كله يا جماعة دلوقتي جزء من هذه الثورة، دي ثورة شعب. طب واللي قالوا اه يعني اللي قالوا اه لازم يبقوا اخوانيين؟ ده نعرف ناس قالت اه ملهاش ما عندها موقف مضاد تماما وعكسي من الاخوان المسلمين. احنا عايزين نتكلم في السلوكيات، في المنهج، في الدعوة. ايه الخلط الشديد ما بين السياسة والدين ده؟ مش احنا قلنا طول الوقت ايه علاقة الاستفتاء بالدين؟ احنا كنا بنستفتي على 10 مواد ومادة ملغاة علشان نقول دول اللي هيمشونا لحد ما نعمل انتخابات برلمانية ورئاسية وانتخابات المحليات الفترة الجاية ولا لا؟ وفي ناس متحفظة بتقولك عايزين دستور جديد للبلاد، احنا الاتنين هدفنا واحد، اللي هنا واللي هنا ايا كانوا الهدف واحد، عايزين ضمانات اكثر، عايزين فرص لتيارات جديدة ووجوه تستطيع الاشتراك في حياة سياسية في مصر نظيفة وديمقراطية. استغلال الدين هنا شيء مفزع، محدش يزايد على حد في دينه ومحدش يتكلم باسم الله يقول لي ده انت كده ما بتنصرش الله، انت مين انت وكيل ربنا في الارض؟ بدري قوي على هذا الوجه ان يظهر الان، شيء مخيف ان هذا الوجه يظهر الان. ونتائجه هتكون كويسة لو نعم، ونتائجه هتكون كويسة لو لا. ان احنا هنعيد تقييم هذه التجربة، لكن مش من ارضية خلاف جميعا ابناء الشعب المصري بنعم ولا هدفهم دولة ديمقراطية حديثة. هناخد بالنا من الانتخابات البرلمانية هنعرف نقعد كلنا كشعب ونختار نماذج تمثل البرلمان. هعرف اقول ان هذا البرلمان لن يحكمه تيار ديني وتحكمه يحكمه المصريون، هيبقى عندنا فكر جديد ولا هنشتغل كده وهنتخطف؟ اللي كانوا بيقولوا لازم نقول نعم بيقول لك العسكر كان هيقعدوا وقت طويل، والعسكر اللي هو جيشنا المصري العظيم بيقول لك انا مش عايز اقعد وعايز امشي، واللي كانوا بيقولوا لا بيقول لك عايزين دستور جديد يليق بمصر. الثوره العظيمه اللي راح فيها شهداء لغايه دلوقتي مختلفين على الارقام وبتتكلم في 600 وفيما فوق، الثورة العظيمة دي اللي واقف شعبها في الشارع محتاجة دستور جديد يليق بيها مش ترقيع. الدستور معطل لكن احنا عايزين دستور جديد نبدأ من دلوقتي بدل مد السلطة. البرلمان تركيبته قلقاني. طب تركيبته قلقاك؟ التصويت هيقول لك الاتجاهات، هيقول لك قراءة مختلفة في ايه في الانتخابات، فيؤدي في النهاية الى اننا كلنا نتكاتف من أجل برلمان يقود إلى انتخابات برلمانية محترمة وانتخابات رئاسية تعبر عن هذا الشعب.